لو توفرت الدوافع والطموح لدى اللاعبين ممكن ان هم يوصلوا لمستويات متقدمه في الترتيب في جدول مسابقه الدوري العام. فغير مسموح النهارده بتلعب غزل المحله ان انت تفقد تتعادل او تخسر. دي هتبقى من وجهه نظري انا الشخصيه غير مقبوله بالنسبه للمهندس محمد فرج عامر، هو مش هيقبلها على فريق نادي سموحه. يمكن دي صور لتدريب سموحه الاخير، يمكن طبعا في استعداد فني ونفسي كان مهم جدا للموسم ده. كابتن محمد محسن ابو جريشه، يعني بنتكلم على فوارق فنيه موجوده على ارض الملعب، بنتكلم على اسماء كبيره جدا، بنتكلم على دكه بدلاء محترمه لفريق سموحه، بنتكلم على اداره لا ترضى الا بالمراكز الاولى، في حين ان المحله لما بنشوف اسماء التشكيل حتى اللي احنا ذكرناه اسماء غير معروفه. كابتن خالد جدال اشار لنقطه مهمه جدا، ان النهارده خساره سموحه لنقطتين في المباراه، يعني بس يتعادل ده بالنسبه له خساره، انت شايف كده ولا لا؟ انا بتفق تماما مع الكابتن خالد طبعا في الكلام اللي بيقوله، لان في فرق كبير ما بين يعني طبعا مع احترامنا الكامل لفريق المحله، لكن في فرق كبير بين الاسامي هنا والاسامي هنا. لكن برضو لازم نبقى كلنا حاطين في دماغنا ان الاسامي ما بتفرقش في الكوره كتير، اهم حاجه المجهود واللعيبه دي هتبقى هتعمل ايه في الملعب، والمقابل قدامها لفريق سموحه هتعمل ايه في الملعب. المشكله اللي انا شايفها في فريق بس المحله ان هم اعمار السنيه بتاعتهم كل الاسامي اسامي مش موجوده، بس اعمارهم السنيه كلها صغيره، يعني حتى العمر هناك بتبقى من ما بين 21 ل 25 سنه، ودي انا شايف ان هي هتاثر شويه عليهم في خبراتهم في الملعب. ممكن يبقى مجهودهم عالي، ممكن يبقى عندهم حماس ان هم يثبتوا نفسهم، لكن في المقابل ان هو ممكن يبقى الخبرات، وهي دي اللي بتفرق. فريق اسوان مشكلته الماتش اللي فات الخبرات، ماتش الاتحاد اللي فرق معاه جدا الخبره، ان يعني هو كان ادى ده كويس بس الخبره فرقت معاه شويه في الماتش. عموما هتكلم على فكره الخبرات واتكلم على عنصر المجهول، انت بتلعب قدام المجهول زي ما بيقولوا، يعني كتير من لعيبه الدوري المصري بيبقوا عارفين بعض، انما لما انت ما تبقاش عارف الفريق اللي قدامك ده اكيد بيفرق كتير جدا فنيا في ارض الملعب.